قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة متميزة بعنوان الدعم الإنساني في النزاعات والحروب. وقد ناقشت الحلقة دور المنظمات الأممية في تأمين العيش الكريم للمتأثرين من الحروب وغياب حقوق الإنسان في مثل هذه الأزمات، علاوة على الحديث عن المستشفى المعمداني ودوره في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لجرح الحرب في غزة. فإلى هناك، اليوم حلقتنا راح تتبلور وتتمحور حول الدعم الإنساني في النزاعات والحروب. اللي بيسألنا بيقول لنا إنه لماذا مستمرون أنتم في الحديث عن ما يدور في منطقتنا، وهل حياتنا ممكن إنه نحكي على أي موضوع ونغيب هذا الجزء من اللي عم بيدور في منطقتنا العربية؟ ما بنقدر، يعني لماذا لا نتكلم؟ اللي بيسألنا إنه لماذا بتصرونا وإنه حلقاتكم عن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، أو بالأحرى على الأخص في غزة وبالأخص مع قسائم الكتاب حماس أو ما يدعونه القائمة هذه حماس، لماذا تتكلمون عن هذه الأمور؟ لأنه فيها بعد إنساني، كمان كنائسنا رعيان المسيحيين اللي هناك عم بتعرضوا لهذا الاضطهاد، ونحن هنا في نورسات كمنبر إعلامي علينا أن نتكلم في هذه المحاور، والكنيسة تتكلم فيه، بتخرج بيانات وبتطلع استنكارات وبتطلع نداءات من أجل الصلاة، من أجل نشر السلام، من أجل الصلاة، من أجل السلام، لغت احتفالاتها في الزمن المجيء، احتفالات عيد الميلاد. فلماذا لا نتكلم؟ لماذا نحن كمسيحيين متهمين دائما أنه نحن لا صوت لنا؟ الدفاع عن النفس حق مشروع لكل إنسان بيتعرض للإهانة، بيتعرض لأي نوع من الظلم يعني، بس لكن لا أنه نكون نحن ندعو إلى هذا الشيء، ندعو إلى إثارة الفتن وإثارة المشاعر الغاضبة، ويكون أفعالنا أفعال غاضبة. يعني مثلا صارت في مسيرات تنادي أنه الدعم الإنساني ورفع الظلم اللي عم بيصير على الشعب اللي عم بيعاني على أرض الواقع. ولما بنقول الشعب بكل أطيافه، ما حدا يعني محطينه على جنب وحامينه، لا، مسيحي، مسلم، ملحد، كل البشر، حتى الحيوانات. يعني ياما شفنا مشاهد عن الحيوانات كمان أيضا جاء عليها هذه الحرب وهذا الجور. أو طبعا وقت الحرب ما في، لما الصاروخ بينزل ما بيميز بين حدا وحدا، ما بيميز بين بشر وبشر، ما بيميز حقيقة. يعني الموضوع مؤلم وموجع، وزي ما تفضلت حضرتك بالمقدمة، لا نستطيع أن نكون مهمشين أو غرباء عن الواقع، عن الألم، عن الدماء التي تسفك. يعني في محطات كثيرة أوقفت بثها العادي اليومي، مثل الفضائيات كثيرة بس عم بتبث، هي مش محطات إخبارية، محطات عادية صارت بس مباشر الوضع الراهن، وخصوصا بغزة والأراضي الفلسطينية كلها ملتهبة اليوم. بنشوف الكنيسة اليوم مع قداسة البابا، وبشكل يومي في رسائل وفي اتصالات هاتفية مع جهات إقليمية وازنة وفاعلة بالمنطقة، يتصل مع قداسة البابا ويطلب الضغط على إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لهدنة إنسانية، لوقف إطلاق النار. يعني كل يوم عم نسمع الأخبار أنه خلاص توصلوا لتبادل الأسرى، توصلوا لاتفاقية وقف، وعلى أرض الواقع الدماء تسفك ما زال. الكنيسة إذن لها وجهين، الوجه الإعلامي مع قداسة البابا، والوجه الرعوي اللي اليوم الفاتيكان بيغطيه على جميع المحاور، وفي النظرة اللاهوتية لما يسمى
منذ القدم الحرب العادلة التي تحدثت عنها بالمناسبة كل الحضارات من أفلاطون للحضارات المصرية، دائما كان في عندهم هذا الموضوع اللي حاطينه من بين المحاور، هي كيف بيستعطفوا العالم بنقل الأحداث السياسية والمطامع الاقتصادية إلى 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 مفاهيم دينية عشان يكون في دافع أقوى. دائما الدافع الديني عند الإنسان وشعوره بالحياة الميتافيزيك، الحياة الأخروية، دائما في توق للإنسان في رهبة أكثر من أنه أنا بدي أموت عشان أراضي وعشان بترول وعشان غاز. لما بموت أنا عشان قضية عادلة زي القضية الفلسطينية بيكون الفكر المسيحي يتوقف ويتريث بالحكم على ذلك. بالبداية في تعرض المستشفى للقصف الأول أول مرة وتهدم منه أجزاء، ولكنه بقي يعمل بما تبقى من المبنى يعني. لكن الآن أيضا سمعنا أنه عم بيتعرض أيضا لهجمات أخرى، فتخبرنا كيف الوضع اللي موجود الآن والحالة للكوادر الطبية، هل بقي لأنه هو الوحيد اللي بقي بها هذا المستشفى وهو يقع في شمال بعتقد القطاع؟ نعم، كمان مرة شكرا لهاي الفرصة للمشاركة حول المستشفى الأهلي العربي. نعم. في غزة اللي معروف باسم المستشفى المعمداني. نعم. هلا المستشفى عمره أكثر من 110 سنين أو 115 سنة الحقيقة. نعم. هو من أقدم المستشفيات الموجودة بغزة. نعم. وهذا المستشفى تعرض لأكثر من مرة لضربات إسرائيلية للأسف عبر التاريخ، عبر تاريخ الاحتلال في الأرض المقدسة، ودائما كانت الكنيسة تقوم على إصلاحه وإعادة تشغيله، لأنه نعرف إحنا ككنيسة أسقفية كنيسة وطنية موجودة على الأرض قديش الحاجة كبيرة لوجود هذا المستشفى ولخدمة أهلنا وناسنا في غزة على مدى السنوات الطويلة. وللأسف يعني بظن ب 14 أو 15 عشرة تعرض لضربة أولى دمرت في الطابق العلوي واللي فيها الإسكانر اللي كانت دمر في الحرب السابقة، وعودنا يعني رممناه وجبنا جهاز جديد، وبعدين ب 17 عشرة صارت المجزرة راح ضحيتها حوالي 500 شخص، وطبعا أوقف عن العمل بسبب هالمجزرة الإسرائيلية الكبيرة في حق شعبنا في غزة. لكن امبارح الحقيقة كنا عم نتداول بهذا الموضوع مع سيادة المطران وباقي زملائي الرعاة، المستشفى عاد للعمل بطريقة جزئية جدا، يعني طريقة بيسك زي ما بيحكوا، رجعنا يعني للخدمات البسيطة جدا اللي بنقدر نقدمها بعد يومين من المجزرة. يعني 19 الشهر رجع المستشفى يقدم بعض الخدمات، لكن في ظل ما يحصل من اعتداء إسرائيلي متكرر على مستشفيات غزة وخاصة في المنطقة الشمالية، وإغلاق معظم هذه المستشفيات أو ضربها أو قصفها أو خروج عن الخدمة بسبب الوقود وبسبب الكهرباء، المستشفى يعني خلال الأيام الماضية يعني اضطر يفتح أكبر مجالات ممكنة لخدمة أهلنا هناك. ففي لازال بعض الطاقم الطبي اللي عم بيقوم بعمله، طبعا عمليات كبرى صعب في ظل الظروف الحالية اللي موجودة انه نقوم او يقوموا الاطباء هناك بعمليات اساسية او كبرى، ولكن عم بيحاولوا قدر الامكان انه ينقذوا حياة الناس ويساعدوا الناس. وفعلا زي ما تفضلتي هو المستشفى الوحيد الذي بقي يعمل في شمال قطاع غزة، وربنا يرحمنا برحمته ويحمي هالأطباء ويحمي الناس اللي موجودين في المستشفى، ويعني الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وربنا يرحم جميع اللي اختارهم ربنا يكونوا في جواره في هالظروف الصعبة.